الأستاذ عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة. مساء الخير يا أستاذ عطية. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. رأي حضرتك يعني في رفض النواب لسياسة وزارة التموين وتعاملها مع المخابز المخالفة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هي عقوبة صاحب المخبز بالخلف دي الحقيقة عقوبة، أنا في وجهة نظري أنا كرئيس شعبة يعني ودايما بقول الكلام ده، إن دي عقوبة مكشفة. إحنا النهاردة المخبز لما يتقفل قفل معاه بيبان رزق كتيرة جدا من عمالة وأهاليهم وصاحب المخبز وولاده وأهله، المنطقة اللي هو فيها، المواطنين اللي هم بياكلوا عيش من المخبز دوت. فدي النهارده العقوبة بتاعتها تبقى عقوبة مجمعة. يعني أنت بتقفل مخبز تقفل اللي وراها كذا بيت. فاحنا النهارده طالب الحقيقه يعني، وده بيتطبق عندنا في القاهره في مديريه تموين القاهره، ان الراجل سياده اللي هو الدكتور عبد النعيم حامد يعني دايما اخر حاجه فكر فيها سياده غلق المخابز عشان خاطر ما يحرمش المواطنين من حصول عليهم مثل العيش ورغيف العيش المدعم. ايه نوع المخالفه اللي ممكن تعرض صاحب المخبز ان يتقفل المخبز بتاعه؟ يعني النهارده لما صاحب المخبز ينقص في الوزن نقص صارخ يعاقب عليه القانون، يعني ده يعني من حق وزاره التموين انها تزود المخالفه عليه وتضاعفها مره واثنين وثلاثه واربعه، لان النهارده انت بتاخد حقك والدوله بتاخد حقها. فانت النهارده احنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل كاصحاب مخابز، عندنا مشاكل في التكلفه، عندنا مشاكل في التكلفه، لكن ده مش معناه ان احنا نوقف محلاتنا، لا احنا عندنا مشاكل وطالبنا التكلفه من 2020 لغايه النهارده ما تعملناش تكلفه، وطبعا حضرتك عارفه ان في حاجات كتير جدا زادت، لكن احنا ما نقدرش ان احنا نحرم المواطن من غير عيش، احنا شغالين وهنفضل شغالين حتى لو ما تعملش تكلفه. حتى لو ما تعملش تكلفه، لكن النهارده اللي بيخالف ده احنا ضد المخالفه وضد المخالف، اللي بيخالف ده يجب ان هو يتعاقب، بس ما يتعاقبش بالغلط، يتعاقب ان هو لما يسدد غرامه كبيره جدا عليه. يعني النهارده اتعدل ثمن سيجاره الدقيق من 490 ل 590، يعني النهارده شوال الدقيق النهارده بيتكلف علينا احنا 1200 جنيه، البطاله بتحاسبنا عليه ب 1200 جنيه اللي هو شوال 100 كيلو. فشيلي بقى حضرتك النهارده لما هو يخالف ميزان وتحول له المخالفه دي اللي جرامات عدد من الجرامات من الدقيق يدفع سعرها على السعر الجديد اللي هو 1200 جنيه، هتبقى مخالفه يعني شديده جدا عليه، ومش هيقدر يخالف كل مره، لان ممكن يخالف لو خالف مره هيقعد كام وقت طويل على ما يخالف المره الثانيه. يعني الغرامه هي الحل. بس انا مع تسديد عقوبه الغرامه على اصحاب المخابز كلهم تم. تشديد يعني ممكن توصل لكام مثلا؟ ايه دي؟ الغرامه اللي بتوقع على المخالف. الغرامه دي على حسب المخالفه، يعني في واحد بيخالف ب 20 جرام، في واحد بيخالف ب 10 جرام، في واحد بيخالف ب 30 جرام و 40 جرام. على حسب حجم المخالفه يكون قيمه الغرامه. لكن انا شخصيا كرئيس شعبه انا مع تجديد وتغليظ عقوبه الغرامه على اصحاب المخابز المخالفين. عمليه الاغلاق يا فندم بتكون مستمره لقد ايه؟ يعني المخبز المخالف بيتم اغلاقه لمده قد ايه؟ يعني هقول لحضرتك النهارده في اللي بيخالف فيه على نوع حسب نوع مخالفه، في اللي بيقفل شهر، في اللي بيقفل شهرين، في اللي بيقفل ثلاث اشهر. مده كبيره طبعا. طبعا. وعدد كبير من المخابز اتقفلت؟ لا احنا انا عندي القاهره ما يعني اعتقد ان النسبه ضئيله جدا جدا جدا، لان احنا مدير مديريه عندنا اللي هو عبد النعيم بيطبق السياسه اللي هي يعني الغالي ده اخر حاجه فكر فيها. غرامات يحط غرامات اللي بتقول عليها الدوله ويطبقها فورا كمان. لكن برايك الغرامات الحاليه يا فندم هل هي رادعه للمخابز اللي بتخالف دلوقتي ولا بيرجعوا يخالفوا مره تاني؟ بص حضرتك اللي متعود على المخالفه هيفضل طول عمره مخالف. اللي متعود على المخالفه هيفضل طول عمره مخالف، يعني مش هيهمه الغرامه قد ايه. لكن احنا بنقول النهارده
النهارده لما نزود القيمه بتاعت الغرامه بتاعت المخالفه اللي هي على المخبز، ويبقى في انذار وتنبيه على صاحب المخبز ان هو اول مره غرامه، ثاني مره غرامه، ثالث مره صاحب رخصه، يبقى ده من حق الدوله انها تعمل كده. طبعا اللي يهمنا في الاول في الاخر ان هذه يعني الاماكن تكون ملتزمه، لان في الاخر اللي بيتضرر هو المواطن، واحنا مش عايزين اصحاب المخابز يحصل ليهم اي اذى، لكن اللي هو اصلا بيجيب الاذى لنفسه يتحمل الغرامه. طبعا انا بشكرك جدا. النهارده لما تحت المخبز ده يقفل، هو مش هو المنوط بيه ان هو يقفل بس لوحده، ده بيقفل معاه العماله بتاعته كلها بقى ليه. دي مشكله كبيره. طبعا، وغير المنطقه اللي هو فيها بتتحمل العيش طبعا، وده اللي احنا يعني اكدنا.